صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. نهار سعيد، نهار جميل، نهار حلو كله مع الرب يسوع المسيح. النهارده الخميس 24 نوفمبر 2022 و15 هطور. 24 نوفمبر ده من أجمل الأيام والأحلى الأيام، وبكرة كل سنة وانتم طيبين بدء صوم الميلاد المجيد. وهذا اليوم يوم الخميس 24 نوفمبر، اليوم 15 من عطور من الشهر المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن فيه دون وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وأخواتي أمين. وفي مثل هذا اليوم استشهاد القديس العظيم ماري مينا العجيبي. في مثل هذا اليوم استشهد القديس مينا الملقب بالأمين المبارك، كان والده إيزوكسيوس من أهالي نقيوس وواليا عليها، فحسده أخوه وسعي به عند الملك فنقله إلى أفريقيا وولاه عليها، ففرح به أهلها لأنه كان رحوما خائفا من الله وكان يحب الله. أما أمه كان ملهاش ولد، وراحت في أحد الأيام للكنيسة في عيد السيدة العذراء البتول والدة الإله، وكانت بترتيب ونظرت الأولاد في الكنيسة بملابسهم النظيفة وكل واحد مع أبوه وأمه، وتنهدت وأخذت تبكي أمام صورة السيدة العذراء وتتوسل إلى ابنها الحبيب أن يرزقها طفلا، فخرج صوتا من الصورة قائلا آمين. ففرحت لما سمعت وتحققت إن الرب استجاب لكلامها أو لصلاتها. ولما رجعت البيت وأخبرت جوزها بالكلام ده، قال لها فليكن إرادة ربنا. بالفعل رزقهم الله هذا القديس وسموه مينا كالصوت الذي سمعته والدته، يعني كلمة آمين. ولما نشأ علماه الكتابة وعلموه بالآداب المسيحية، ولما بقى عنده 11 سنة أبوه اتوفى بشيخوخة صالحة، وبعد كده أمه ماتت بعد 3 سنوات. فكرس هذا القديس حياته للصوم والصلاة والسلوك المستقيم، حتى إنه من حب الجميع له ولأبيه أقاموه مكان أبيه. ومع هذا فإنه لم يتخلى عن عبادته، ولما ارتد دقلديانوس وأصدر أوامره بعبادة الأوثان، واستشهد كثيرون على اسم السيد المسيح، ترك هذا القديس العظيم وليته ومضى إلى البرية، حيث أقام هناك أياما كثيرا يتعبد لله من كل قلبه. وذات يوم رأى السماء مفتوحة والشهداء يكللون بأكاليل حسنة، وسمع صوتا يقول من تعب على اسم المسيح ينال هذه الأكاليل. ورجع القديس ماري مينا إلى المدينة اللي كان والي عليها واعترف باسم المسيح. بدأ يلطفوه أولا لعلمهم بشرف أصله وجنسه، ووعدوه بعطايا ثمينة، وبعد كده بدأوا يتوعدوه، وطبعا عشان ما هو منفذش رأيهم ولا رأي القائد فأمر بتعذيبه. ولما عجز عن تحويله إلى إيمانه أو عن إيمانه للمسيح، أرسله إلى أخيه عساه يتمكن من التأثير عليه، ولكنه فشل أيضا. وأخيرا أمر بقطع رأسه بحد السيف وطرح الجسد في النار وتزريه رماد في الرياح، فلبس الجسد فيها 3 أيام و3 ليال لم يناله فساد. فتقدمت أخته وبذلت أموالا كثيرة للجند حتى أخذت الجسد ووضعته في شوال خوص، وعزمت على التوجه إلى الإسكندرية كما أوصاها أخوها. وركبت معايا جسد أخيها إحدى المراكب إلى الإسكندرية، وحدث أثناء أسرهم إن طلعت عليهم وحوش برية لإفتراس ركاب المركب، واتفزعوا وصرخوا. فصلت أخت القديس إلى الله واستشفعت بأخيها، وبينما كان الركاب في فزع واضطراب خرجت نار من الجسد إلى وجوه تلك الوحوش، فغطست لوقتها في المياه
ولما عادت إلى الزهور ثانيا لحقتها النار أيضا فغطست ولم تعد بعد. ولما وصلت المركب إلى مدينة الإسكندرية خرج أغلب الشعب مع الأب البطريرك وحملوا الجسد الطاهر بكل إكرام واحترام وأدخلوه المدينة باحتفال مهيب وأودعوه بالكنيسة بعدما كفنوه بأكفان غالية. ولما انقضى زمان الاضطهاد ظهر ملاك الرب للقديس المكرم البطريرك أثناسيوس الرسول وأعلمه بأمر الرب أن يحمل جسد القديس مريمينا على جمل ويخرجه من المدينة ولا يدع أحد يقوده بل يتبعه من بعيد حتى يقف الجمل في المكان الذي يريد الرب. فصاروا وراء الجمل حتى وصلوا إلى مكان يسمى بحيرة بياض بجهة مريوط. وحينئذ سمعوا صوتا يقول هذا هو المكان الذي أراد الرب أن يكون فيه جسد حبيب مينا. فأنزلوه ووضعوه عفوا في تابوت وجعلوه في بستان جميل وجرت منه عجائب كثيرة. وحدث بعد ذلك أن أصار أهالي الخمسة مدن على البلاد المجاورة للإسكندرية فتهاب الأهالي للقاء هؤلاء البربر واختار الوالي أن يأخذ معه جسد القديس مريمينا لكي ينقذهم وينجيهم ويكون حصنا لهم. أخذه خفية وببركة هذا القديس تغلب على البربر وعاد منصورا. وقد صمم الوالي على عدم إرجاع جسد القديس إلى مكانه الأصلي وأراد أخذه إلى الإسكندرية. وبما هم سائرون مروا في طريقهم على بحيرة بياض مكانه الأصلي فبرك الجمل الحامل له ولم يبرح مكانه رغم الضرب الكثير فنقلوه على جمل ثاني فلم يتحرك من مكانه أيضا. فتحقق أن هذا أمر الرب. ثم صنع تابوتا من الخشب الذي لا يسوس ووضع فيه تابوت الفضة ووضعه في مكانه وتبارك منه وسافر إلى مدينته. ولما أراد الرب إظهار جسده المقدس كان في البرية راعي غنم قد غطس منه يوما ما خروف أجرب في بركة ماء كانت بجانب المكان الذي به جسد القديس. ثم خرج وتمرغ في تراب ذلك المكان فبرئ في الحال. فلما رأى الراعي هذه الأعجوبة بهت وصار يأخذ من تراب ذلك المكان ويسكب على الماء ويلطخ به كل خروف أجرب أو به عاهة فيبرأ بالحال. وشاع هذا الأمر في كل الأقاليم حتى سمع به ملك القسطنطينية وكانت له ابنة وحيدة مصابة بمرض الجذام فأرسلها أبوها إلى هناك واستعلمت من الراعي عما تفعل فأخذ من التراب وبللته بالماء ولطخت جسمها ونامت تلك الليلة في ذلك المكان. فرأت في نومها القديس العظيم مريمينا وهو يقول لها قومي باكرا واحفري في هذا المكان فتجدي جسدي. ولما استيقظت وجدت نفسها قد شفيت. ولما حفرت في المكان وجدت الجسد المقدس فأرسلت إلى والدها وأعلمته بالأمر ففرح كثيرا وشكر الله ومجد اسمه وأرسل المال والرجال وبنى في ذلك الموضع كنيسة كرست في اليوم الخامس عشر من شهر بؤون. ولما ملك أركديوس وأنريوس أمر أن تبنى هناك مدينة وكانت الجماهير تتقاطر إلى تلك الكنيسة يتشفعون بالقديس العظيم الطباوي مريمينا وقد شرفه الله بالآيات والعجائب التي كانت تظهر من جسده الطاهر. ومع دخول العرب مصر اعتدى البعض على المدينة
وتهدمت الكنيسة ولم تبق إلا أثارها. وعندما ارتقى غبطة البطريرك المتنيح البابا كورولوس السادس بابا بطريرك الكرازة المرقسية، اهتم بإقامة دير كبير في تلك المنطقة باسم القديس العظيم ماري مينا. أنفق عليه مبالغ طائلة، وبالدير كنيستان يزورهما شعب الكرازة المرقسية للتبرك والصلاة، كما اشترى أيضا 100 فدان وأقام صورا لإحاطتها، وقد رسم عددا من الآباء الرهبان الذين نالوا قسطا وافرا من الثقافة العلمية والدينية. شفاعة القديس العظيم ماري مينا والبابا البطريرك كورولوس السادس لتكن بركتهم معنا ولربنا المجد الدائم، آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار نياحة القديس يوحنا الرباب، صلوات تكون معنا، آمين، ولربنا المجد الدائم، آمين. وغدا هو يوم صوم الميلاد المجيد. الكنيسة تعلن الحزن والصراخ والبكاء لما يحدث من استشهاد مارتن عيد، راح غدر ولازم يجي حقه، والكنيسة يخرج منها صراخ بصندوق جديد. خلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمشاهد صعبة للغاية، حيث تمثلت تلك المشاهد من توك توك في منطقة المرج، وهي التي ظهر بها دماء تسيل من خلال مقاعد التوك توك، والتي اكتست بالدماء الخاصة بشاب في مقتبل العمر، والذي ظهر من خلال هذه الصور المنشورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بأنه في حدود 20 من عمره، حيث اكتست صفحات مواقع التواصل بالعديد من المنشورات التي تطالب بحق مارتن عيد. من هو مارتن عيد؟ وما الدوافع وراء مقتله في توك توك في منطقة المرج بالقاهرة؟ وهو الأمر الذي سوف تكشف عنه التحقيقات خلال الأيام القادمة، وبدورنا من خلال موقعنا وقناتنا قناة الملك والأمير سوف نسابق الزمن من أجل معرفة جميع تفاصيل قضية مقتل مارتن عيد الذي أثار جدلا واسع خلال الساعات الماضية، ومطالبين كل من عرف الشاب مارتن عيد الأخذ بحقه والقصاص من جميع من قاموا بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء. ما الذي ظهر في فيديو جنازة مارتن عيد؟ جنازة وقد جاء وعقب ساعات قليلة من مقتل الشاب القبطي مارتن عيد، فقد ظهر فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نشر أجزاء من جنازة مارتن عيد عقب ذبيحة أو ذبح في التوك توك الخاص في منطقة المرج بالقاهرة، وهو ما أثار جدل كبير، وحتى قد طالبوا كل من عرفوا الشاب مارتن برجوع حقه. وقد ظهرت مشاهد من جنازة مارتن والإخوة الأقباط يحملوا صندوق خشبي بداخلهم جثة الشاب مارتن عيد عقب قتله. وقد تم من خلال الفيديو المنتشر العديد من التعليقات، والتي جاءت أبرزها سوف نتعرف على ما جاءت به كالآتي. ومع قناة الملك والأمير تعلن تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقتل مارتن عيد، ولا تنسى اشتراكك ودعمك لقناة الملك والأمير. ربنا يتصرف ويجيب لك كل حقك يا أخويا. وكده خلاص كده يا مارتن، كلها كم ساعة والروح نتنك وانا معرفش اشوفك تاني. قناة الملك الامير تعلن الحزن والاسى والالم لما يحدث، ويقال التعليقات وقطعني يا حبيبي يا وجع قلبي وعمري كله عليك يا مارتن. وكده يا مارتن هون عليك ما نشوفكش تاني.
ولا نتكلم معاك تاني يا حبيبي، ومش قادر استوعب اي فكرة اني مش هشوفك تاني ولا اكلمك تاني، وكلام مؤسف ومحزن وكلام يوجع القلب، وانك مشيت يا نور عيني ومشيت بدري يا حبيبي، واخدت معاك كل حاجة حلوة معاك خلاص، حتى ضحكتك الحلوة وكل هزارك وجدعنتك، وواحدة بتقول وهموت عليك يا حبيبي، وربنا يتصرف ويجيب لك كل حقك يا أخويا. بهذه الكلمات ودعت إحدى أقارب الشاب مارتن، والتي تفاعل معها رواد مواقع السوشيال ميديا، وتعليقات أصدقاء مارتن عيد تعلنها قناة الملك والأمير مع دعمك واشتراكك. وظهرت بعض التعليقات من خلال مواقع التواصل من أصدقاء مارتن، حيث قد قال أحدهم إن مارتن كان شاب جدع وجدا ومعروف من كل اللي حواليه، ومارتن اتقتل النهاردة، وإيه زي ما قريت فعلا كانت موتة بشعة، وياريت كلنا نفعل ونعمل هاشتاج وننشر الفيديو عشان يرجع حق مارتن، وياريت كلنا نعمل تفعيل وهذا الهاشتاج، وبإذن كلنا وبإذن ربنا كلنا واثقين في حكومة وفي قضاء مصر، ونرجو من سيادتكم إننا نجيب حق مارتن وننشر الفيديو على قد ما نقدر نوصل. شكرا ليكم، ولا تنسى اشتراكك وتعليقك مع قناة الملكة والأمير. لك مني كل الحب والتقدير، وسلام، ربي يكون معكم.